بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اس بي اس اس. درسنا رقم 143 مع كيفية حساب التي سكورز، تحويل متغير إلى توزيع طبيعي بمتوسط حسابي 50 وانحراف معياري 10. كنا في دروس سابقة شفنا كيفية تحويل متغير إلى زي سكور اللي هو الزد اللي بيكون المتوسط فيه 0 والانحراف المعياري 1 اللي هو المتغير التوزيع الطبيعي المعياري. يبقى كيفية تحويل متغير إلى زي سكور اللي هو اسمه توزيع طبيعي معياري، وسطه زيرو وانحرافه 1. لكن الآن هنحول المتغير إلى التي سكور وهو بيكون توزيع طبيعي ولكن غير معياري، وسطه بيكون 50 وانحرافه بيكون 10. وأيضا كيفية التحويل إلى سكورز مختلفة، يعني وسط 60 وانحراف 5 وهكذا. أي توزيع أريد التحويل إليه نستطيع من خلال هذه الطريقة. طيب خلونا الأول نشوف المقياس اللي احنا هنستخدمه. هنطبق على مقياس نفسي. المقياس ده طبعا موجود ومعروف في الإنترنت اللي هو المقياس الاس اف 36 أو الجنرال هيلث. بيكون عبارة عن 8 كومبوننت، 8 مكونات، والمكونات بتاعته كلها عبارة عن بتتجمع في الآخر كنسب، كنسب مئوية من 0 إلى 100، وبعدين نجيب لها الافريج بتاع هذه النسب. فبيكون في الاخر برضو ايضا الافريج سكور بيكون من 0 الى 100 لانه متوسطات النسب المئوية. طيب نشوف الاس بي اس اس بيرد على المشكله دي بيقول ايه قبل ما نطبق. في احد الباحثين بعت رساله للاس بي اس اس الاي بي ام سبورت وسالهم ازاي انا احول التي سكور لو عندي مجموعه ايتمز، كيفيه تحويلهم الى متغيرات بوسط 50 وانحراف 10. وكان الرد طبعا زي ما انتم شايفين الرد على المشكلة ديت من خلال ال اي بي ام سبورت، رد وقالوا ان احنا ما عندناش، ادي البروبلم ودي ريزولفينج ذا بروبلم، احنا ما عندناش يعني امر مباشر يدعم هذه العملية او يحسب التي سكور، ولكن عندنا تقدر تعملها من خلال خطوتين. الخطوة الأولى اللي هي نعمل الزي سكور. الزي سكور جدا احنا عملناها قبل كده في دروس كثيرة جدا جدا، وهنعملها تاني دلوقتي لأن هي الخطوة الأولى عشان أقدر أنفذ التي سكور. الخطوة التانية وهي الجديدة اللي هنتعلمها النهاردة التي سكور، إني أنفذ هذه الأوامر من خلال السنتكس بيج، صفحة السنتكس رول بتاعت الاس بي اس اس هتطلع لي على طول التي سكور. خلونا نروح للاس بي اس اس ونجرب مع بعض. هذه هي المتغيرات الثمانية، المقاييس النفسية الفيزيكال والرول فيزيكال والرول ايموشنال والانرجي والانرجي والسوشيال والبين والجنرال هيلث. طبعا ارقام عشوائية من خلال دالة الراندم من 0 الى 100 كلها نسب مئوية وافرج للنسب المئوية فهتكون من 0 الى 100. لو حبينا نلقي نظرة سريعة على الفريكونسي وكمان مع الديستريبيوشن بتاعها سواء كانت نورمال او لا، نشوف كده هل تتوزع طبيعي او لا. نلقي نظره سريعه على الاوتبوت بتاعتنا بتاعت الفريكوانسي. طبعا كل المقاييس النفسيه الثمانيه زي ما انتم ملاحظين من 0 الى 100 او من 0 الى 100 من 0 الى 100 ومن 0 الى 100 ومن 0 الى 100. كل المتغيرات الرينج بتاعها من 0 الى 100، ودي طبعا التوزيعات بتاعتها. في منها اللي يتوزع normal distribution زي كده، زي ده مثلا energy واضح جدا انه normal distribution، لكن في منها طبعا اللي لا ودي برضو normal distribution لكن فيها بعض الاوتلايرز، لكن في طبعا اللي لا يتبع التوزيع الطبيعي بالمرة من خلال المنظر الشكل بتاعه وهكذا. طيب دلوقتي اول خطوة هنعملها قلنا ايه عشان ننفذ التي سكور. اول خطوة هنعملها نروح لdescriptive statistic ونقول له descriptive الثمان مقاييس ونظلل على save standardized value as value. الخطوة دي أول خطوة. نكرر نروح إلى الديسكريبتيف من analyze down to descriptive بعدين descriptive، بعدين ننقل كل المتغيرات الثمانية نحطها في الخانة النافذة بتاعت الفاريبلز، وبعدين نضغط على save standardized value as variables. طبعا احنا عملنا الكلام ده قبل كده كتير. نقول اوكي. طبعا هو طلع لي الديسكريبتيف العادي اللي هو انه مينيمم من 0 الى 100 وده المتوسط 62 ده الستاندرد ديفيشن،
وايضا هنا الجنرال هيلث من 0 الى 100 والمتوسط 64 والستاندر 21. احنا بقى هنحول دلوقتي الى متوسطات 50 وستاندر 10. هنشوف دلوقتي نحول الكلام ازاي، بس قبل ما نشوف دلوقتي نروح نلقي نظره على صفحه الفاريبل فيو. ايوه، سوف نجد المتغيرات الزي سكور تم انشائها وتم تسميتها بنفس المسميات، لكن قبلها كلمه زي. احنا عشان نسهل علينا في الداله بتاعتنا بدل ما هنكتب كل الكلام ده لانه بنكتبه طبعا كتابه، فهنقول نغير اساميها نخليها اسهل، يعني ايتم 1 نخليها الى ايتم 8 عشان نسهل على نفسنا في السنتكس بتاع الاس بي اس اس في الخطوه الثانيه. ايتم 3 ايتم 4 ايتم 5 6 7 8. ولو مش عايزين تغيروا اسميها اسمائها وتكتبوها بالكامل في السنتكس اتس اوكي. فدي المتغيرات بتاعتي اللي هستخدمها دلوقتي في الخطوة التانية بتاعتي، الخطوة التانية اللي هي السنتكس رول. افتح السنتكس طبعا اهو، دي السنتكس رول، واكتب فيها طبعا بتتفتح ازاي، يعني هنا كده خلونا نحذفها لكم خالص، كوبي نحذف الصفحة دي واوريكم بتتفتح ازاي. اما انك من هنا تفتح نيو سنتكس، او بمنتهى السهولة لما تيجي هنا للديسكريبتيف تقول ديسكريبتيف، تقول له بدل ما تقول اوكي تقول باست، هو على طول هيفتح لك السنتكس. فهنا انت من بعد السيف على طول تحط الايه الدوال بالاوامر بتاعتنا، بس طبعا هنا نحط نقطة عشان نقدر نكمل. لاحظوا معايا هنا دو ريبيت، الدو ريبيت اصلا موجودة، يعني خلوني اكتبها لكم اهي تاني من قصادكم، هي موجودة اصلا. لما تكتب دو على طول يتفتح لك الاوامر كلها اللي بحرف الدي، فانت تختار الداله دو ريبيت اهي دو ريبيت. بعدين انت بتكتب دي بقى مش داله، انت بتكتب واي تساوي زد ايتم 1 الى زد ايتم 8، عشان كده قلت لكم خلوها تكون اسهل، يعني بدل ما نكتب كل الفيزيكال والجنرال هيلث ونكتبها بالانجلش ممكن نغلط في السبيلنج، فلا خلوها كده سهله. بعدين نفس الكلام اكس تساوي تي 1 الى تي 8، دي المتغيرات الجديده، التي سكور اللي هيكون المتوسط لها 50 والستاندرد ديفيشن 10، ومن ده من خلال داله الحساب كومبيوت اللي هي برضو بنفس الكلام، تروح كده تكتب سي على طول هتطلع لك وتختارها من هنا تمام. وبعدين اند ريبيت برضو تختارها موجوده، وتخرج برضو كل ده موجود، يعني الكلام دوت كله موجود في السنتكس. مجرد خلوني اكبر لكم شويه عشان تنقلوها، وهي موجودة أصلا في الإنترنت، أنا وريتكم الصفحة. آدي الدوال بتاعتنا اللي كتبناها تمام يا جماعة، اللي حابب يكتب أهو طبعا. وهنا دي أسامي، دي أسماء المتغيرات بتاعتك، لكن هنا الأسامي الجديدة بتاعت بعد ما تحولت إلى زد، وهنا أسامي التي اللي هتطلع معايا بعد ما نحولها ان شاء الله الى تي سكور. طيب خلونا بقى نرجع دلوقتي وننفذ، نظل كل ده ونقول run. تم التنفيذ بنجاح وتم انشاء 8 متغيرات من تي 1 الى تي 8. خلونا دلوقتي نجيب الديسكربتيف، نجيب الفريكوانسي، ونجيب الاحصاءات الوصفيه لها، لكن طبعا عشان انا تطلع لي نفس النتائج نروح ننسخ الليبل بتاعت نفس المتغيرات، عشان هي تي 1 الى تي 8 نفس المتغيرات بتاعتي اوكي، بس انها طبعا تي سكور، ممكن تكتب قبلها تي، يعني ممكن تكتب تي بدل زي هنا زد زي سكور، هنا ممكن تكتب تي عشان تبقى عارف انها هي دي المتغيرات اللي المتوسط لها 50 والانحراف المعياري لها 10. يلا خلونا بقى دلوقتي نجيب نفس اللي عملناه فريكوانسي، بس بقى للمتغيرات الجديدة اللي قمت بتحويلها من تي 1 إلى تي 8.
هذه المتغيرة بتاعتي، لاحظوا معايا المتغير الأول أقل قيمة له كام؟ 28.31، وأكبر قيمة له 62.82، لأن المتوسط له 50، وهكذا في الثمن متغيرات التالية له. وكمان نتأكد من الموضوع ده من الديسكريبتيف، وده طبعا التوزيعات كلها نورمال زي ما انتم لاحظين، لان هو تحول الى نورمال، هو اصلا التوزيع الان اصبح نورمال، فكل الرسومات نورمال. ولو عملنا اختبار النورماليتي طبعا بيطلع نورمال. نجيب دلوقتي الديسكريبتيف للمتغيرات الجديدة اللي هي تي سكور من تي 1 الى تي 8، نقول اوكي. هنشوف مع بعض انه المتوسطات كلها للثمانيه متغيرات تحولت الى 50، والستاندرد ديفيجن تحولت الى 10 للثمان متغيرات. طبعا المينيمم والماكسيمم يختلف، يعني الفيزيكال من 28 الى 62، لكن المتوسط 50 والانحراف 10. المقياس الثاني نفس الكلام من 31 الى 59.22، لكن المتوسط 50 والستاندرد 10، لحد الجنرال هيلث اللي بيبدا ب 20 وبينتهي ب 66.41، وايضا متوسط 50 والانحراف 10. كده نكون حولنا المتغيرات المتصله الى التي سكور. والعمليه دي مهمه جدا، بيستخدمها الباحثين في مقارنه نتائج الدراسات بتاعتهم بدراسات اخرى اتعملت في دول تانية او في مناطق مختلفه تكون استخدمت التي سكور. فلما يكون اكتر من دراسه تحولت متغيراتها الى تي سكور، انت هنا تقدر تقارن نتائجك بالنتائج اللي استخدمت التي سكور، لانها بتكون كده هي يعني معياريه. هما الاثنين اتخذوا المتوسط 50 والانحراف 10، فنقدر نقارن. لو الدراسات متاخده الستاندرد فيجن المعياري اللي هو 0 و1، انت بتحول للزي سكور وتقارن معاهم، فعلى حسب الدراسات هي مستخدمه ايه وانت محتاج ايه. محتاج 0 و1 تعمل الزي سكور، محتاج 50 10 تعمل التي سكور، محتاج سكيل تاني بمتوسط معين وستاندر معين تعمل بنفس الطريقه، بس تغير في السنتكس بدل 10 و50 الارقام اللي انت عايزها. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده. شكرا لاستماعكم. الحقوق الفكريه محفوظه على قناتي التعليميه، لا اسمح بنسخ المواد التعليميه وبيعها على الاسطوانات باي اسعار رمزيه او غير رمزيه، ولكن بالطبع اسمح بمشاركه الروابط في اي مواقع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.